الخليج هذا كان هو الهدف المسطر تاعهم، الحلم الكبير اللي كانوا لازم يتهد التتويج باش يهدوا للمرحوم اللي هو زميله بن بلال بن حمودة، وكذلك للعائلة، وخاصة وثاني ما هوش غير نقول له غير نهضر على وليدي، لا ثاني جمهور اتحاد العاصمة كذلك الشعب الجزائري شفناهم اليوم في ملعب 5 جويلية، الله يبارك الله ما شاء الله بلا عين عليهم، الله غير بلا عين عليهم، وراني فرحان والأم تاعو كذلك راهي فرحانة، وإن شاء الله أنا طلبت الحلم تاعي الكأس إن شاء الله راح تجي مدينة الحجور وراح تجي حتى للمنزل تاعو إن شاء الله. بارك الله فيك.